الزوالي ما عادش ينجم يعيش بصراحه. الفلاح يشكي من شيره والمواطن يشكي من شيره بصراحه. احنا ماناش خارطين، والمسكين الزوالي واللي شهرته على قدها واللي في الكري واللي عنده يعني برشا مسؤوليات ما عادش خالط على حتى شيء. لا دخلت على اللحم، لا دخلت على حوت، لا دخلت على خضره، بصراحه ما عادش خالط. ما عادش حسب سوق الخضره، حسب تو العباد ما عادش مال لك شيء تاكل في الحشيش. تو ربطت المعدنوس بدينار، السيق ببلد، الفلفل ب 4800، الطماطم ب 2500، اش مازال فيه سايب. انا فلاح، انا ناخذ كيلو تاع البطاطا ب 2000 فرنك ونصرف عليه 500 كيلو تاع البطاطا، فهمني مليح، ب 2500 كيلو. كيف نبيعها؟ نبيعها ب 500 فرنك، إذا كيسو ب 4 كيلو ب 1000. والبطاطا خمر في الأرض، خمر تمشات. الفلاح تو يكون في شكارة، تعرف شكاره فلاح بشكاره. الزوالي ساهي شاط الحي تو ياكل البنان، ياكل البنان خير عاد ما ياكل كيلو فلفل. الزوالي ما عادش خالص مسكين، ضربت المعدوس ب 500، يمشي بقفه فار غير ب 4000، عادش نجم حتى شيء، يمشي بها فار غير القفه بالشعب. ومشي يعني قفه معبيه من 35، وماهيش بلاش لحم بلاش مثلا العادي حتى شيء، والتاجر ما فماش فهمت يعني بلاش لحم بلاش يفوت بلا حتى شيء، شويه خضره كيما وبر وشويه غله ما كاش يعني ما فماش. فهمت كيف يعني باش حاجه انسان المواطن باش يشبع في كرش هو من وهكا ما عادش خالص. ما عادش خالص.